اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ فافي. النهارده هنعمل لكم حاجه سويت بقى جميله كده بنحبها كلنا. نعمل ام علي النهارده، نعملها بطريقه مختلفه شويه ونشوف هتطلع ازاي. نقول الانجريدينت بتاعتنا الاول وبعدين نتكلم على ام علي وازاي بتتعمل وبتعمل بطرق مختلفه ونشوف ايه اللي بيحصل. طيب دلوقتي عندي هنا تقريبا 5 كوبايات لبن، يا استعملتهم كلهم يا استعملت نصهم، يعني هنشوف هنستعمل قد ايه منهم. 5 كوبايات لبن بيغلوا اوريدي. في عندي كوبايه كريم اللي هو الكريم الحلواني او الهيفي كريم، هنعمل بيها قشطه، ومعاها معلقه كبيره من النشا، افكركم بالقشطه شويه. عندي هنا معلقه سينامون، شويه من شويه من الفستق اللي هو يعني مكسر للزواق. عندي برضو سكر، هقول لكم هاو ماتش هنستعمل لل5 كوبايات، تقريبا بتاع نص كوبايه، لان انا هستعمل كوندنسد ميلك او اللبن المركز بالسكر، ده بيدي طعم حلو قوي، فهستعمل شويه منه مع شويه من السكر. وعندي طبعا معلقه تقريبا زبده عشان تخليها هيفي وحلوه كده. اللبن اللي عندي ده فيتامين دي ميلك اللي هو كامل الدسم. في ايه كمان؟ في عندنا طبعا الباف بيستري، انا هستعمل الباف بيستري، بس ممكن تستعملوا كرواسون، ممكن تستعملوا حتى التوست الابيض يتحمص بس شويه بيطلع طعمه جميل جدا. ممكن تستعملوا لو عندكم فطير مشلتت فاضل كميه كبيره تقدروا تستعملوها برده بيطلع حلو قوي. اللي انا جربته وطلع حلو قوي برده اللي هو الكورن فليكس السيريال بتاع الولاد، بس مش اللي فيه سكر، يعني عشان احنا هنحلي اللبن اوريدي، برده لما بيتحط عليه اللبن ويدخل الفرن بيطلع طعمه حلو جدا 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 لان هو مقرمش اوريدي. هنا طبعا عندنا مجموعه من المكسرات، انا اللوز ده حمصته بيدي طعم حلو محمص، في شويه برده فستق حلبي صحيح، في زبيب، عندي هنا جوز هند، اللي بيحب جوز الهند يحطه، اللي مش بيحب ممكن يشيل، بس هو حلو قوي جوز الهند، وشويه عين جمل حلوين كده. فاول حاجه هنعملها هنطلع فاصل صغير وبعدين نرجع ونشوف الطريقه بتاعتنا ايه. ودلوقتي اول حاجه هعملها طبعا عايزه اعمل القشطه. طبعا انتوا انا مش عارفه فاكرين القشطه ولا لا، عشان كده قلت اعمل لكم القشطه من اول وجديد. لكل كوبايه ويب كريم او كريمه حلواني بنحط معلقه من النشا، فانا بحط تقريبا نصها كده تقريبا يعني، واحط هنا معلقه النشا على ما يغلي الكريم بتاعي، اكون انا دوبت النشا احطها عليه، وتبقى خلصت معايا القشطه. اول حاجه دي طبعا هعملها اللي هي القشطه، وبعدين هقطع الباف بيستري وهحطه في الفرن، بياخد تقريبا على 375 حاجه بتاعت 20 مينت لغايه ما يتحمر يبقى لونه احمر حلو كده، علشان لو هو مش احمر ومقرمش قوي بيبقى عجينه تقريبا، فاحنا مش عايزينه عجينه. زي ما انتم شايفين اهو الويب كريم، مستنيه بس الويب كريم بتاعي هنا يغلي واحط الويب كريم. اوكي
الباف بيستري زي ما انتم شايفين طبعا هو بيجي اشكال، عشان كده انا عملت شكلين، عملت اللي هم المربعات الصغيره دي، او لو جت شيت كبيره، بس انا محتاجه اقطعها حته صغيره علشان تتحمص من كل ناحيه، ما تقباش في الوسط نيه معايا. هقطعها كده اهو مربعات، ودي نقطعها اربعه، ومسخنة أنا الفرن طبعا زي ما انتوا عارفين. هجيب هنا ورقة زبدة محطوطة على الشيت بتاعتي، أحط البافريسري رصه كده، ونسيب مسافة طبعا عشان ملزقش في بعضه. وهندخله الفرن اللي احنا مسخنينه على درجة حرارة 350-375 لمدة تقريبا 20 minutes. ده هنوديه الفرن ونشوف الكريمة بتاعتنا اهو. طبعا زي ما انتم شايفين ابتدت تغلي، فكل اللي انا هعمله هحط الكورن ستارش بباقي الكريم، واجيب الويسك بتاعي او معلقه، وادوب الكريمه بتاعتي مع الكورن ستارش. اول ما تبتدي تمسك هسيبها، لان لسه هدخلها تاني الفرن. شفتوا بقى عملت ازاي اهي؟ دي كده لو نشفت بتبقى قشطه جامده وحلوه قوي، تستعملوها بقى زي ما انتوا عايزين. طبعا في الكنافه انا بستعملها ما بحطش عليها حاجه خالص. لام علي هحب احط عليها تقريبا معلقه من الكوندنس ميلك بتاعي، تحليها شويه وبتدي لها طعم حلو قوي. معلقه ونص ادوبها، بقت قشطه جميله وطعمها حلو قوي قوي قوي. دي اللي هنحطها على الوش. ان مين تايم هنا بقى نشوف اللبن بتاعنا. يغلي اللبن هنحط برضو عليه كوندنس ميلك شويه، ونكمل بسكر ونشوف ايه اخبار اللبن بتاعنا. تقريبا هحط بتاع نص كوبايه تقريبا، اقول 5 معالق من السكر، يعني معلقه لكل كوبايه تقريبا. وبعدين استعمل الويسك بتاعي. I have another whisk. ندوب السكر، زي ما انتم شايفين اللبن سخن اوريدي. حط كمان بتاع يمكن 5 معالق من الكوندنسد ميلك، ونشوف لو احتاجنا تاني. انا بحاول اعملها يعني تبقى الاعداد مظبوطه علشان ما ننساش. 5، وهنشوف لو احتاجنا تاني نبقى ندوقها ونشوفها. وطبعا الحلاوه بتاعت ام علي دي طبعا بتروح لكل واحد هو عايزها حلو قد ايه. هنحط معلقه الزبده كمان عشان تخليها مور دسمه وحلوه كده.
دلوقتي ندوق حلاوه الحلاوه بتاعت اللبن. كده حلوه، بس لو تحبوها اكتر حلاوه نحط لها كمان معلقه تاني من السكر. مش عايزه احط كتير قوي كوندنس ميلك عشان ما يغيرش طعمها، لانه زي الكراميل تقريبا. نحط معلقه ونص تقريبا من السكر وندوب. طبعا اللبن لازم يغلي، درجة غليانه لازم تقبى، بتغلي قوي علشان الباف بيستري ده. خلاص تقريبا مش عايزينه. نشوف الباف بيستري بتاعنا. ادي الباف بيستري بتاعنا، بيبقى شكله كده. واللبن بتاعنا غالي، خلاص نشيله من على النار. هنجيب بقى ايه؟ نجيب طاجن جميل زي ده، وهنبتدي نكسر كمان المستوي كله زي وجميل. هنبتدي نكسر ايه؟ الباف بيستري بتاعنا. لازم الباف بيستري يكون مستوي كويس من جوه. لو لسه عجينه من جوه، شايفين ده مستوي ازاي؟ لو لسه عجينه من جوه هيعجن في قلب الطاجن ومش هيبقى حلو. مش لازم نفرفته قوي يعني. كده اهو بيسز، عشان كده بقطعه حتت صغيره عشان اضمن ان هو كله من جوه ايه؟ استوى وكله مقرمش. اوكي. وطبعا لازم يكون بارد، لو لسه سخن هيعجن برضو منا مش هيبقى حلو. اوكي كفايه كده، عشان هو طبعا لسه هيشرب اللبن، فمش عايزين نملا الطاجن على اخره. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اوكي سو دلوقتي بقى ايه، نبتدي نحط الحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نحطها. هنا هحط نص الكوكونات كده، والنص التاني هنزوق بيه. هحط برضو الزبيب، الزبيب طعمه حلو قوي في ام علي. واشيب شويه زبيب كده، شويه برضو من البيستاشيو، ونص كده او ربع لين جمل، وشويه من اللوز اللي احنا حمصناه، ونخلي برضو الباقي نزوق بيه. وهاخد هنا تقريبا معلقه من السينمون او نص معلقه، وهلخبط كل حاجه في قلب بعضها عشان كله ايه يجي فيه النتس والحاجات الحلوه دي. الحته دي طريه مش عايزاها، نعمل واحده تانية. وبرده الحته الطريه نستغنى عنها. اوكي كده احنا خلصنا لغايه كده، انف. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ نجيب اللبن بتاعنا، مغرفه اللبن طبعا حليناه زي ما احنا عايزينه بالظبط. ممكن تحطوا له بقى اللي انتوا عايزينه، انا طبعا حاطه قرفه فمش هحط حاجه تاني، بس في ناس بتحب تحط مستكه، في ناس بتحب تحط ميه زهر، فانيليا، اي حاجه انتوا عايزينها. انا حطيت سينمون، طعم السينمون حلو مع النات. هبتدي بقى ايه اسقي الطاجن الجميل بتاعي ده. انا عايزاه ايه يعني بجوسي شويه، ونعمل حسابنا ان هو ما هيدخل الفرن هيشرب اكتر. فتقريبا بحط زي 1 انش ان توب اوف الحاجات اللي انا حطاها دي. لازم كله يبقى غرقان كويس، عشان كده بعمل كميه لبن اكتر، الديبند على الكميه اللي احنا عاملينها. بس انا عايزه
يبقى فوق يعني بعد ما يغرق كله كده باللبن احطه فوقيه تقريبا زي 2 inches of milk. اوكي كده بقى كويس قوي. ممكن نحط الخمسة، ممكن نكسر لها واحدة تانية وصار اللبن. اوكي وخلاص كده احنا تمام التمام. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب بقى القشرة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها وهنحطها على الوش. طبعا هي هتسيح من الحرارة، هنحطها على برويل فهي هتسيح من الحرارة وتبقى كلها حتة واحدة، يعني مش لازم نقعد نسويها كويس. هحطها على برويل لغاية ما تتحمر الوش بتاعها. اوكي دي كوباية تقريبا من الكريم، تدي طعمه شكل جميل قوي. دخلها بقى الفرن لغاية بس ما تتحمر. طبعا هحطها على برويل واحطها في تحت خالص على برويل. البرويل تقريبا 500 درجة الحرارة، بتاخد تقريبا 10 minutes or 5 minutes. لازم نقعد نواتش، اول ما وشها يحمر تبقى خلصت. اوكي هنطلع فاصل صغير على ما ندخل دي الفرن بتاعنا ونطلعها ونرجع بعد كده نزوقها ونشوف هيبقى شكلها ايه. ممكن الاول نحط شوية كده فستق يديلها بس لون كده وندخلها الفرن. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم نشوف شكلها ايه بعد ما دخلت الفرن وطلع. فاصل ونعود. بعد الفاصل وطبعا زي ما انتم شايفين على برويل اخذت تقريبا 10 دقايق واللون بتاعها طبعا يجنن زي ما انتم شايفين. هننقلها بقى هنا كده ونبتدي نزوقها بقى باشكال وحاجات جميله. اوكي طبعا اول حاجه انا بحب احط بقى ايه شويه فستق تاني، احط شويه سينمون الاول عشان السينمون بيديلها طعم جميل جدا. رشه سينمون من على الوش تاني كده وبعدين بقى نبتدي نعمل ايه شويه جوز هند كده نحطهم حوالين داير كده اهو. اوه فيري نايس، اي لاف جوز الهند. وبعدين هاخد شويه من البيستاشيو احطه كده صف كده جميل بيستاشيو. ناخد ده عندنا عشان ما نتحرقش شوية بيستاشيو كده اهو. ناخد شوية بقى لوز، الله على المنظر حاجة مشهية.
بعدين شوية عين جمل كده في الوسط، ونحط شوية زبيب برضو. انا ما بحبش احط زبيب كتير الحقيقة، لان هي فيها زبيب ومليانة سكر، بس الزبيب ده مزز بيدي طعم جميل قوي قوي قوي. فنحط برضو ايه شوية منه، مش كتير، هنا هو كده. وبعدين طبعا ممكن ايه نرش كده هنا كمان شوية كده من البتاع الحلو ده، ونحط شوية تاني برضو من اللوز المحمص، بيدلها طعم جميل قوي. وده يبقى الطاجن بتاعنا الجميل اللي هو ام علي التحفة اللي طعمه يجنن. جربوا ام علي بتاعتي دي، هتعجبكم جدا. واشوفكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي، ممكن برضو شوية من ده. يا سلام، اشوفكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي، وباي باي.